ألو مرحبا تامر، شو بدي قلك؟ أمي اتصلت فيني هلأ قلي أنت قريب مني؟ طيب أنا جاي لعندك فورا. ماشي ماشي، مسافة الطريق. يلا أنا لازم روح، بدياك تديري بالك على حالك. إيه حياة؟ بكرة بكرة منحكي. ماشي يعني تليفون عمومي؟ قريب من بيتنا شي؟ طيب ناطر منك خبر. باي. أهلا وسهلا مراد بيك. وصلت حياة تالا؟ وصلت مراد بيك، وهي عند نوران خانو. اليوم حلو كتير مو هيك؟ بالإذن. اليوم حلو حول. مين جايب لي ورد تالا؟ مو لألك استاذ. لكن لمين؟ وصلوا لحياة خانم، ولأني ما شفتها لسه قمت حطيتهم بمكتبك. تالا خديهم معك، قيميهم من وشي، كبيهم. يا نوران شو عم تعملي؟ تعي عادي خلينا نحكي على رواق شوي. نو حياتي، أنا فكرت كل الليل وتشاورت أنا وحالي كمان، لازم أمشي من هون. خليكي لما نلاقي حل. ما بقدر، مراد صديقي من زمان وبعرف إنه أي شيء بيصير بيناتنا ممكن يتصلح، بس الشيء اللي عمله هون إلا احترام لفني ولا تعبي وهيك كتير، مستحيل أقبل بهالشي. نوران أعطيني رقم هذا التافه. عفواً أنت مين بتقصد؟ هذا الحقير اللي سلطتيه علينا وعلى شغلنا عمار، شكله لهلأ ما فهم وتربى. أعطيني رقمه لأشوف. مراد ممكن تروق شوي؟ بدك روق؟ بعت لك ورد وعم يعتذر منك. أنا بحكي معه ونحن الاثنين كمان ما بقى نسبب لك أي إزعاج مراد بيك، أنت طمن بالك. مراد، نوران بدها تمشي، ممكن تحكي شي لو سمحت؟ نوران بدك تمشي بدون ما تحكيني؟ ليش أنت بتتنازل تحكي مع حدا يا أستاذ؟ بتتخذ قراراتك ومن راسك بدون ما ترجع لحدا، بغضبك عم تكسر وتجرح، عم تعمل هالشي بالكل. إيه؟ أنت تغيرت كتير يا مراد. لأنه معي حق، لو حدا منكن عاش شوي من اللي أنا عايشه ما كنتوا تحملته. وهي هي المشكلة أصلاً، نحن فهمانين تماماً يلي أنت عم تعيشه، بس أنت ما عم تفهم يلي معيشنا يا بنوب. على فكرة أنت فقدت كل مهنيتك مراد. بس لحظة استني شوي، أنت مشان هيك ما بدك تشتغلي معي؟ اي نعم. طيب نورا فيكي تمشي، موفقة. مراد مراد شو اللي عملته هلا؟ ما إلي مصلحة باللي بيكب شغله. بهالبساطة بدك تتخلى عنا؟ خلص حياة سكري عن الموضوع. صحيح، قبل ما أنسى، بما أنك رجعتي خلينا نرجع هالخاتم لإيدك واصحك تشلحيه مرة تانية. دقيقة دقيقة، أنت فهمان القصة غلط، أنا ما رجعت لك أبداً. نوران اتصلت فيني الصبح وهي عم تبكي لهيك اجيت، مو مشانك رجعت. حياة مو حكينا أنا وياكي؟
مو أنا وياك، أنت اللي حكيت. بس أنا ما حكيت شيء أبداً وما قلت إني رح أرجع. بدك تمشي يعني؟ أنت مالك منتبه؟ مشيت خلص. ما فيك تعملي هيك وتمشي بهالسهولة، فهمتي؟ وأنت تعرفي إنه ما رح أتركك بنوم. قلك إمتى بينتهي هالزواج؟ لما نتطلع بعيون بعضنا وما نشوف الحب فيهن، وقتها بينتهي كل شيء. مفهوم؟ لهيك اليوم مننام بنفس المكان، والمساء بطلبت بيسان بشوفك. بعتذر منك هالمرة، مو على كيفك. أنا مو راجعة.